حتى جماهير ليفربول العاشقة لفريقها لم تتوقع بأحسن الظروف تأهل ليفربول وأمام من؟ برشلونة، النادي الكتالوني الأشهر في العالم في مباراة الوصول لنهائي دوري الأبطال، غير أن لاعبي الريدز كان لهم رأي آخر وحققوا عودة تاريخية، ريمونتادا عبر رباعية لم يتوقعها أحد. محمد صلاح النجم الليفربولي المصري غاب عن الفريق بسبب إصابته، ولكنه كان جالسا على المدرجات لمشاهدة المباراة، وظهر صلاح في أنفيلد وهو يرتدي تيشيرت كتب عليه Never give up، أبدا لا تيأس أو لا تيأس أبدا. يبدو أن هذه العبارة أتت وكلها، فبدأ ليفربول المباراة بعزيمة قوية. دعونا نرى هذا الهدف الأول الجميل الذي حدث من تسديدة من تسجيل في الدقيقة 7 عندما دخل أوريجي أو أدخل أوريجي الكرة في شباك برشلونة من مسافة قريبة، ولم يأتي الهدف الثاني إلا بعد نزول لاعب الوسط فينالدوم في الشوط الثاني، فتغير مجرى المباراة وسجل فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 54. بعدها بدقيقتين قام فينالدوم بتسجيل الهدف الثالث لليفربول، عندها أصبح الحلم بالوصول النهائي حقيقة أو ممكنا، وتحقق الحلم في النهاية. سجل الهدف الرابع أوريجي لاعب البلجيكي في الدقيقة 79 من عمر المباراة، واشتعلت المدرجات وحان. كيف بدأ غناء جمهور ليفربول في المدرجات مع اللاعبين يغنون هذه الأغنية الشهيرة You will never walk alone؟ دعونا نستمع. عبر المشجعون عن فرحتهم بلحظة خروجهم من ملعب أنفيلد. Wasn't looking forward to coming. And come on, European magic. Absolutely amazing. Really, really amazing. One of the best matches at Anfield I've ever seen. I'm proud. I'm really proud of that team tonight. You can't believe it, can we? It was the best night ever. Yeah, it was just amazing. I mean, the scoreline against Barcelona. Messi didn't even feature. It was the best game ever.